أهلا بكم. تمكنت المصالح الأمنية بالدار البيضاء من اعتقال واحد من أشهر النصابين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خطط لعدة عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها عدد كبير من الشبان والفتيات والذين كانوا يحلمون بمواعيد غرامية قد تتطور إلى ارتباط رسمي. التحقيقات التي باشرتها الشرطة بناء على عدة شكايات متكررة توصلت بها في نفس الموضوع تفيد أن المعنية بالأمر يدير صفحة فيسبوكية معروفة وشهيرة يستعملها آلاف الشباب كمنصة لمراقات نصفهم الثاني، حيث استغل المتهم هذه النقطة لتحصيل مبالغ مالية هامة من ضحاياه موهما إياهم مقابل تدبير مواعيد غرامية، ليتبين في الأخير أنها مجرد وهم كبير. هذا وقد تم إيداع المعني بالأمر سجن عكاشة بالدار البيضاء في انتظار انتهاء التحقيقات التي بشرتها النيابة من أجل الكشف عن شركاء محتملين للمتهم والوقوف على حجم المبالغ التي استخلصها من ضحاياه وعدد ضحاياه الذين يعدون بالآلاف. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.